الظهير الأيمن الجزائري عبدي أيوب الذي التحق بنانت هذا الموسم ويشارك في تشامبيونز ليغا. إذن البداية للمنتخب الفرنسي وبطل العالم. هنا التحذير لمواجهة تزيد على قوية من هنا تولوز في الهجوم. التحذير ياكو مع الدائرة، تغيير المراكز على مستوى الخط الخلفي، ثم الضغط التيمبو ومحاولة المرور في الجهة الخارجية والتسكا بحث عنا أرستيتشا. الكرة تقطع من الدفاع لم تصل للدائرة، والهجمة المرتدة نيمانيا إليتشا هداف السربي سجل الهدف الأول في المباراة في الهجمة المرتدة. إيوان كيرفاديكا يضغط يمررها لسيف الدرع ورايعة من سيف، رايعة من سيف يمررها السربي الذي فاز بلقب أفضل مدرب في الموسمين الأخيرين. والتصدي لدينو سافيتش قلت سيف الدرع إرواءه ورايعة التسلسل في الخائم الأول رأي المسدد الذي ضيع هنا رمية سبع أمتار هذه المرة تحصل عليها. الآن في رمية سبع أمتار أمام دينو سافيتش يسجل هدفه نيمبو. الثنائي في محور دفاع تولوز لعب دائرتين تسديدة رائعة من الجهة اليمنى. دفاع حركي لليموج حاولت المرور واحد ضد واحد، رائعة المحاولة ورمية سبع أمتار وجد المساحة مع غونزالو فيرا. رمية سبع أمتار الثانية هذه المرة أمام غوتيي يتصدى لكن الكرة تعود مباشرة لنيمانيا إليتشا. غريبة غريبة التعادل 3-3. ثلاثة أهداف لنيمانيا إليتشا. تمريرة خاطئة من إيوان كيرها بسرعة في الجهة اليمنى. الضغطة وحاولة التمريرة هنا لشوين كيرها ورمية سبعة أمتار. الحكم يترك الأفضلية. الضغط في الجهة اليمنى كيرفاديك صعبة صعبة التسديدة. غونزالو فييرا على مستوى التنسيق تصله الكرة، محاولة المرور دخل الدفاع تصل الكرة تقطع من الدفاع تعود سيف الدرع في الجهة اليسرى يضغط أرتيتشا رايعة من أرتيتشا رمية سبعة أمتار. دفاع في المنطقة عندما تدافع ماكسيما أوغوندو لكن الكرة بقيت لليموج. أصبح الرجل المهم عند ألبرتو أنتريوسا سيف الدرع. هنا محاولة المرور بالمروحة ودائما دائما غونزالو في الدرع تمر في الجهة اليمنى تعود سيفة ودخول في المنطقة وخطأ. التحذيرة دخول قوي وحائط الصد تبقى الهجمة لليموج. التحذيرة حاولت الضغط بالمروحة يوسف يدخل الكرة لأرسيتشا محطوط في هذه الكرة الكرواتي والمرور ورمية سبعة أمتار والحكم في هذه الكرة الكرواتي والمرور ورمية سبعة أمتار والحكم يترك الأفضلية. الحكم كوياتينوفيتش وسيف الدرع قوية لكن فوق المرمى من الدول المرمى. كوياتينوفيتش غونزالو فييرا الدائرة يطلب الكرة اللاعب خمس لاعبين هناك حجز خطأ من قطر الرتم في هجوم ليموج. سيف الدرع رائع تقاطع وتسديدة فوق شعر باللعب السلبي كامبا يلعبها لنيمبو والهدف للاعب الدائرة كابريال نيمبو بعد تمريرة ذكية من الجناح. نولنسا الإسباني النيجيري المرور بالمروحة ويسجل بالمروحة يا مرة فاروق يوسف النيجيري. غونزالو فييرا شيل يبحث عن اللاعب دائرة تقطع من الدفاع من سيف الدرع والهجمة المرتدة. سيف الدرع في الجهة اليسرى قوية من سيف يسجل هدفه الثاني. اندفاع يدخل ايضا نيكو مانديكيا القدم من فيستا بلوسكا الاسباني 36 سنة رايع دينو سافيتش سيف الدرع يا مرو ورايع التمريرة من سيف الدرع ولها من تمريرة من سيف. سبع أمتار في التنفيذ يونا أسكوي الإسباني يسجل ديجيا الإسباني على مستوى التنسيق هذه لاعبة لشامبيري. مانديجيا لديه الكرة تسديدة حوضية بعيدة
كبيرة لمانديجيا. تكتيكيا المدربين الأقوى في فرنسا ألبرتو أندريوسا وأنجيل أنجيلا يوسف سوف الدرع فوق الجميع. رائعة هناك يدخل فيتشمان التشيلي في الجهة اليسرى التسديدة ودينوستافيتش يتصدى أمام التشيلي وتسترجع دقيقة دقيقتين ورمية ومعها سبع أمتار لنيمانيا إليتشا سجل الأولى هل سيسجل أو ضيع فوز بالحوارات الثنائية في دفاع تولوز تورتشينكو سيسدد تورتشينكو فوق الجميع هنا تقطع في الجهة اليسرى فيتشمان والكرة تقطع في الجهة اليسرى والهجمة المرتدة أربعة ضد واحد التمرير والأسبقية لديموش أربعة ضد واحد في الهجمة المرتدة والهدف لماكسيم أوكوندو القدم النانسي تولوز الذي فاز على نانتا أسكوي تورشينكو الذي يحتل المركز الرابع كأفضل مسجل في الدوري الفرنسي يسجل هدفه الأول قوة بدني تقاطع مع نيمبو ميتكوفيتشا فيتشمان ميتروفيتشا فيتشمان يحاول المرور ريعة من فيتشمان الفانتا لنيكولا نيتو تورتشينكو يمر ويسدد الثاني على التوالي لتورتشينكو بمجهود فردي هذه المرة أمام جابر قبل نهاية الشوط الأول أنجيل كوفيتشا طلب من اللاعبين القيام بالخطة حاولت المرور هنا ورمية سبع أمتار ومعها دقيقتين نيمانيا إليتش يسجل سيف الدرع حاول المرور مررها في الجهة اليسرى تمريرة خاطئة من سيف الدرع والتسديدة مباشرة في المرمى وانتصارات مقابل اثنين في المواجهات المباشرة بين الفريقين تمريرة خاطئة لم تصل لي قبل نهايته بثلاث دقائق مونديغا هاو يمر مونديغا مر الكرة للاعب ماكسيم أوكوندو وتمريرة خاطئة البحث عن نيمبو تغطية في الجهة اليمنى يجب التسديد والتصدي ومسك الكرة دينوسلافيتش يضعها في الشباك دينوسلافيتش بعد التصدية الحاسمة والتألق الكرواتي يسجل أيضا في هذا الشوط الأول يستطيع أن يسجل بسبع لاعبين تولوزا فيتشمان ورمية سبع أمتار رمية سبع نيمانيا إليتش أمام دينوسلافيتش برمية سبع أمتار السربي أمام الكرواتية فيتشمان هنا تورتشينكو والقراءة الجيدة قراءة يجب التسديد وهاي تصدى قينا في المنافسة الأوروبية والبداية للضيوف تولوز في الهجوم إسبانيول في الجهة اليسرى غونزالو فييرا شيلا مرها للجناح رائعة التمريرة من كاسبر شيل مباشرة لإدوار كامب الذي سجل جالو في محور الدفاع وخلفهم الرائع جيف ليتينسا كيرفاديكا والقراءة الجيف في الزاوية البعيدة أمام إيوان كيرفاديكا تولوز كاسبر شيل يا مرة يستغل النقص العددي ويسجل هدفه الأول في المباراة السويدي كوشان في الجهة اليسرى تورتشينكو ولكن بعيدة كوادينوفيتشا يضغط حول التسديد قوية رائعة الأول في المباراة والأسبقية بثلاثة أهداف لتولوز سيف الدرع ورمية سبع أمتار وياسين بلقايد التونسي صاحب 23 سنة يتصدى رمية سبع أمتار متر و97 للتونسي أخذ مكان سيمون
موليرا الحارس السويدي لتولوز المصابة. تغيير بدون كرة بين المصري والأوكراني. يعود لسيف الدرعو. تأخر سيف التمريض كوشان. الدقيقتين الدقيقة. دينوفيتش تورتشينكو في رمية سبعة. ياسين بالقايدة. يا لها من باراد، يا له من ريفليكس لياسين بالقايدة. سيف الدرع كيرفاديكا يفتح الله في الجهة اليمنى. تورتشينكو هذه المرة يضع كل شيء في هذه التسديدة في القائم الأول. برين ينبو على مستوى الدائرة. تقطع في الجهة اليسرى. إشارة باللعبة السلبية سيد الحكم. شيلا ورمية سبعة أمتار. رمية سبعة أمتار واحدة هذه المرة أمام كوتي إيفا حارس باريس سان جيرمان. وسجل نعم خمس أهداف. ريع التمريرة من تورتشينكو لإيوان كيرفاديكا الذي سجل هدفه الأول في المباراة. تمريرة للجناح وبالركولات ينهي. رايا جيف لتينسا وليموجا يدخل في الشوط الثاني، يدخل في المباراة. شيلا يوصلها للجناح نيمانيا إليتشا الذي لا يضيع. مباراة السربي تقطع في الجهة اليمنى. محاولة المرور لكيرفاديك. دخل الدفاع والدقيقتين على من؟ على تورتشينكو. تولوز بخمس مدافعين. كرة الدور بسرعة لكن بدون خطر على الدفاع. تولوز سيف الدرع يمر وتصدي لجيف لتينسا. متروفيتش سيف الدرع يعود في رمية سبعة أمتار ويسجل بقوة. قوي في فريق ليموج سيف الدرع. تمريرة تقطع من سيف الدرع والهجمة المرتدة وإيروان كيرفاديكا يسجل مباشرة ويعود ليموج في المباراة. ليموج يعود بعد ما تأخر. مانيا إيليتش كدائرة ثاني التقطع في الجهة اليسرى. حاولة التسديد من شيل تقطع تقطع الكرة ومباشرة في المرمى. ليس هناك حارس وماكسي هو ويادينوفيتش هو الذي يتواجد في الجهة اليمنى. القدم من بلغراد السربي تدخل كرة سيف الدرع مررها لكيرفاديك والكرة تعود لتولوز. غونزالو فييرا حاولت المرور في الجهة الخارجية. ماذا يقول الحكم؟ ثانية على التوالي. قال هجمة لليموج. عودة سيف الدرع يخرج في الجهة اليسرى. سيف سيضغط. مررها لتورتشينكو. تمريرة لعبو. ريع التمريرة من تورتشينكو لماكسيم أوغوندو كدائرة ثاني. هدفه الرابع. ما في الخمس دقائق الأخيرة في الموني تايم. صاحب المركز الرابع وصاحب المركز الأولى المخضرم مانديكيا وليموج يضيع الكرة والهجمة المرتدة أيضا تضيشة ضاعت أيضا على تولوز. تورتشينكو لكن بعيدة. الإشارة باللعب السلبي. حاولت المرور في الجهة اليمنى. التسديدة والمتابعة لكابريان يبو وتولوز متقدم بأربع أهداف. تقطع في الجهة اليمنى. تورتشينكو دخول بقوة من يوسف عندما تقطع. فتح اللعب فيتشمان اللعب مع الدائرة كابرييل نيمبو والفارق أصبح بخمسة أهداف لتولوز. صعود على سيف الدرع يضغط سيفه مررها ليوسف وبعيدة وجيف لتينسا. تولوز بخمس مدافعين. يا يوسف. رمية سبعة أمتار ومع بيد نيمانيا إيليتشا ربما هدفه العاشر والسابع في رمية سبعة أمتار لخيلي تولوز. ست أهداف. الكرة للجناح وأخيرا أندريا غيوم يدخل على مستوى الجناح الأيمن ويسجل هدفه. أندريا يسجل هدفه الأول ويقلص الفارق إلى خمس أهداف.
هو رايع رايع التمريره واللعب مع الدائره جابرييل. نقص الاهداف لتولوز. انزيتشا نيكولا نيتو ميراتا ماتيا انزيتشا رائعه بعد لكي يسترجع الكره ويسجل في لجبه ارمى مشي بالكره ليس هناك مشي بالكره تورجينكو يحاول المرور صعب المرور تسديده والمرور يوسف هذه المره يفعلها فاروق يوسف الرشيقه المطاطي شوينكيرا غونزالو فييرا مانديكيا تصل الكره للجناح لشرف اللعب السلبي والكره هناك دبل دريب كرة العودة وتقليص الفارق إلى 3 أهداف. أرتيتشا يوسف الثاني على التوالي. فاروق يوسف لا يتردد يأخذ المسؤولية. أرتيتشا في محور الدفاع. من المرور في الجهة الخارجية والتصدي لجوتي. يجب التسديد يجب التسديد. أسكوي والتصدي لجفلتاس. وتعود لنفس المسدد اسكوي يسجل هدفه الثاني بعد ما ضيع الاولى والتصدي لجيف لتينسا دروز لا يسجل في ثلاث هجمات الاخيره وكوتير المره الثانيه تصدى للمره الثالثه وليبوش يعود يجب الاشاره باللعب السلبي يا سيد الحكم الاشاره باللعب السلبي نيمار يا ايليتش يسجل يسجل الهدف الهجمه اللي هي الدقيقتين هذه المرة لكي يعادل النتيجة تأخر بهدفين تورتشينكو يوسف سيسدد يوسف الرفع ليوسف يضعها السربي وانا لحظة على يوسف فعلى تورتشينكو أني أو رائع التمريرة رائع التمريرة وضيعها ضيعها الهجمة سيفوز بالمباراة دقيقة قبل نهاية المباراة تولوز متقدم جابرييل نيمبوي سيف الدرع على مستوى التنسيق يوسف سيف يضغط تورتشينكو أخيرا اثنين وثلاثة لا يحتسب لا الكرة لليماج خمس ثواني الهدف ياتي لسيف الدرع با يوسف يضيع وجيف لتينسا في الترتيب العام ويفوز على ليمونج للمره الثانيه على التوالي بليمونج